سوف نحيا هنا سوف يحلو. وش الحال يا شباب؟ ها؟ سوف نحيا هنا موطني 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 ذا الإباء موطني موطني ثاني رادار سوريا بشار الأسد 24 ساعة 24 ساعة كان خالص ثاني رادار بسوريا 24 ساعة كان خالص الله أكبر الله أكبر إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا قم على من يصارع السقم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. تم الآن سحب عربة البين بي من داخل كتيبة الرادار في بلدة نعيمة كتيبة الرادار المحررة الله أكبر الله أكبر سيتم سحبها إلى الرحبة لتصليحها وهذا السلاح هو السلاح النوعي الذي اغتنمناه من جنود ومن كلاب الأسد في معركتنا القادمة إلى دمشق الله أكبر والعزة لله موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم ولنواصل المسير تكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوالي نستطيع علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم انسى اننا لا نبالي بل نسير للامل ان قمه الجبال تستحق لا جرى سوف نبقى هنا فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحل أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألقاب لساني كل شكر قدر من اجمعوا كل المعاني وين العربة الثانية؟ الأخير إلى الشارع يلا يلا خلينا نشتغل العربة الشارع العربة الثالثة الشارع توتر عادنا يلا عمير يلا اطلع سوف نطلع
هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم أبطالي وقلدنا آلي والشهادة يقوم الآن بسحب العتاد الثقيل من عربات ومصفحات داخل كتيبة الرادار المحررة. الله أكبر والعزة لله. هم أبطال لواء فلوجة حوران. هم وبعملهم الدؤوب ليلا نهارا. الله أكبر والعزة لله. لن يزول الألم.